شلونكم اموركم احوالكم صحتكم عافيتكم شكو معفو. اليوم جيناكم بفيديو جديد، فيديو عن هاي شنو هاي بني. اوكي، هاي شابة امريكية اسمها جينا في لبس، عمرها 21 سنة. شنو موضوعها؟ موضوعها انه هاي البنية هي اساسا بالاساس وظيفتها اخصائية عيون، يعني طبيبة. فجأة هيتس قررت تتحول. اش تتحول؟ يعني شلون واحد يجي قاعد العصريات بالليل صافين يفكر شي يسوي؟ هي قررت تتحول الى كلبة. اي والله تحولت الى كلبة، يعني لا تستغرب، بس مو كلبة بالشكل وانما كلبة بالتصرفات. يعني تاكل نفس اكل الكلب وتشرب نفس شرب الكلب ومخلي لها طوق برقبتها ويسحلوها من عندها وتعوي وعايشة على حسب الاصول ولا كأنما هي انسان. قبل لا نبدأ الفيديو وراويكم فيديوهات إلها أكثر ومعلومات عنها أكثر وراح تنصدمون أكثر، إذا ما مشترك شرك وفعل الجرس وخلي لايك وتعال خنشوف هاي الكلبة. أنا جيت. يلا نبدأ نراويكم أول فيديو لهاي الكلبة. شوف يخلي لها المي بالطاسة، ما تقبل تشرب البطل. ايوه يعني شوفوا كمية الامكانية اللي عندهم مسيطرة هيك وبنص الشارع وقدام الناس، وطبيعية هي تشرب من الطاسة هيك مي نفس الكلب. خلينا نشوف الفيديو الاخر وصل في لكم معلومات عنها وشنو وضعيتها اكثر. You want a treat? You want a treat? Sit. Sit. High five. شوف يعني ما ناقصها اي شيء. Bang. زين ليش؟ Good girl. Here you go. Here you go. على هذين فيديوهاتها، طبعا هسه راح تراويكم فيديوهات الى اكثر، على هذين فيديوهاتها ايش تتوقعون ايش قد تاخذ شهريا؟ طبعا هي موجوده عندها حساب خاص على تطبيق اونلي فانز، هذا التطبيق نفس نتفليكس وما ادري ايش، يعني يكون تدفع اشتراك شهري يلا تشوف الفيديوهات الموجوده بي. هاي تتقاضى شهريا 100,000 دولار. 100,000 دولار حتى بس تسوي هيك وضعيتها، حتى الناس تشوفها. يعني الناس تدفع شهريا 20 دولار حتى بس تشوف هاي الفيديوهات مال هاي. يعني تخيلوا كمية التفاهة واللعبان نفسه والوضعية الكثيفة الموجودة حاليا ويا هاي البنية، والناس اللي تشاهدها، الناس اللي تشاهدها اللي تدفع فلوس في سبيل تشاهد انه هاي البنية هي تتصنع، يعني تتصرف نفس تصرفات الكلب وتاكل هيك وشون تنام وشون تقعد وشون تتحرك. بس خلينا نشوف الفيديو الاخر. Give me the ball. يعني هسه كأنما هي كلب، شوف تصرفاتها. Give me the ball. حتى تعوي وتصيح نفس نفس الكلب. اوكي. You want the ball? You want the ball? Go get it. والله صراحة يعني أحير شعلق على هاي الوضعية. يعني وين وصلنا؟ تخيلوا إن هي بمجرد 6 أيام نزلت تطبيق التيك توك. بست أيام وصل حسابها 155K، يعني 155,000 متابع بست أيام فقط. والإعلان يعني هسه أكو شركات تعلن يمها، تعلن يمها بس مجرد انه يطلعون المنتج مالتهم بالفيديوهات هاي مالتها اللي تتصرف فيها هيك نفس الكلب، ينطوها 1,000 دولار في سبيل تطلع لهم المنتج خلال ثواني على الاعلان الواحد. متخيلين الوضعية اللي والفلوس اللي جاي تجيها؟ يعني احسها جاي تضحك على الناس وتاخذ من عندهم فلوس. هي صحيح انه مثلا
زايحة كرامتها وأخلاقها والحياء مالتها وكل شيء، بس يجي تحصل فلوس، فلوس قيامة يعني، يعني شهريا 100,000 دولار الرقم. تحولوا لا تبقون هيك تظل قاعدين، وعلى إعلان الواحد 1,000 دولار يعني 10 ورقات بالعراقي على إعلان الواحد اللي هو 5 ثواني بس، مجرد انه ينعرض الاعلان مالتهم مال الشركات بفيديوهاتها لمدة 5 ثواني هي تحصل 1,000 دولار الاعلان الواحد. الاعلان الواحد، خلينا نشوف الفيديو الاخر. Hey, what are you doing on the couch? You know better than that. Bad girl. Go to your bed. على وضعيتها. No, quit whining. You know better than that. شي. والنبي ما كل شيء. شوف مخلي لها مكان تنام بيه وعلى حسب الأصول. يعني طلعوا مو بس العرب والعراقيين انه يسوون اي شيء في سبيل الشهرة والنجومية ويطلعون هيك وينعرضون قدام العالم، يعني حتى الاجانب. بس هسه عادي شوية الشهرة تساعد بيها مجال، هنا احنا هنا لا عندنا لا شكل يساعد ولا التصرف يساعد ومتحول مطي. هسه هذا الكلب شوية عاد نقول بيه صفة من صفات الوفاء الطام، لا ذول تحولون مطايع. المهم خلينا نشوف هذا الفيديو. No, no, stay, stay. No. يا أحلى شيء لما تنبح نفس الكلب، يعني ماكو تقابلية صراحة. Bad girl, I just gave you a bath. Go to your bed right now. Go to your bed. Right now. You know better than that. إنه هي تسمع الكلام وشيء طبيعية. لا 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 نشوف الفيديو الان. بس القابلية اللي عندها انه بالمطعم بالمول وهي تتصرف فيها وطبيعية. شوف شو انت واحلى شيء السلسلة انه كامشيها بالسلسلة ويجرون بيها وكذا، عجيب. Jenna, no, 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 bad girl, bad girl, drop it, drop it, bad girl, look at this mess you made, come on, outside, let's go, no, come on, let's go, outside, outside, شنها القابلية اللي عندها هاي ما. God, look at this mess, bad girl, come on, outside, let's go, let's go, come on. بس ثاني يعني اعتقد الصراحة انه you made a big mess. انه هي هاي مو هوايتها انه هي تسوي هيك او تصنع نفس الكلب، يعني اعتقد الموضوع وما فيه انه بالبداية صاير مزحة مسوين هذا الفيديو اعتقد يعني حسب مخيلتي، وبعدين ما شايفين انه الموضوع هذا يحصل فلوس ومشاهدات وشهرة وشي، فاستمرت وتطورت وصارت طبيعية. هي اساسا بالبداية الفكرة شنو؟ انه الفيديو هذا ناشرته ببيتها وطبيعي ما ادري منو، زوجها اخوها يعني واحد قريب عليها صديقها مصور هذا الفيديو وطاش بشكل مو طبيعي بامريكا، فهي من عده بدت انه تنشر فيديوهات اكثر تتطور قامت، يعني كانت ماكو سلسلة. المهم سلسلة او سلسلة ما لنا علاقة بالموضوع، انه لا خلو لها طوق وبسلسلة وقام تاكل وعلى حسب الاصول واستمرت شلبة، يعني تخيلوا من طبيبة عيون اخصائية وراتب طبيعي وكل شيء ما بيها الى شلبة. الله شنو الجمال هذا. خلينا نشوف الفيديو الاخر. كرمون يشيل النعال بحلقها. Drop it. Outside. Come on, let's go. Outside, right now. Outside. Bad girl. Bad girl.
ما شيء عجيب صراحة. يعني 2020 والله جبت حكاية شوي الكبر هاي، بس صعب ما اريد احكي اقبالكم. هنشوف الفيديو الاخر. شوف هي على اساس هي ومجموعة مال السلاب وياها، يعني صراحة صراحة ما ادري هسه شو اقول. هاي ضحكة علينا لو هي هيك وضعية. بس انا احس الموضوع كله وما فيه انه هي ناصبة علينا، والله العظيم ناصبة علينا وناصبة على العالم وجاي تاخذ فلوس هيك، بس مجرد انه تصور فيديوهات تافهة نفس هاي، وهم عندهم فد شي طبيعي ومستمرين دار اصدقاء اللي وياها وكامشيها. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم واستمتعتوا بيه. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. ولا تنسون تحول.